طلعتوا بقى بالاعداد الكبيره اللي جت سواء في مدينه نصر او في المحافظات، رحتوا السويس، رحتوا الشرقيه، ابو كبير، رحتوا المنوفية. المنوفيه، اسكندريه، لفيتوا محافظات كتير. كابتن ولسه احمد يعني ناجي، ولسه ولسه في محافظات جايه تاني. كابتن احمد المنوفيه، كابتن احمد ناجي بقى، خاصه حراس في المرمى، يعني طلعتوا بحراس يعني ان شاء الله يكونوا مستقبل النادي الاهلي، وفعلا في مواهب في حراسه المرمى. طبعا في يعني احنا طبعا عايز اقول لك ان احنا عندنا في القطاع يعني هتبقى المقارنة صعبة، لان عندهم عدد ساعات شغل كويسة، وهم يعني انا عايز اقول لك ان عندي مش اقل من 7 8 حراس يلعبوا درجة اولى. ما شاء الله. يعني في 2003 و2005 و2007 و2008 و2009 حراس كبار، يعني مش عايز انسى اسم اي حد فيهم، لكن او مش عايز اقول ما اسامي انت حد خلاص فيهم لو قلت دلوقتي. اسماء ونسيت حد مش هتدخل اه التمرين طبعا بكره. لا لا، هم فعلا حراس متميزين جدا جدا، وفي منهم طلعت مره مع الدرجه الاولى زي حازم، اتمرن مع الدرجه الاولى فترات، وطارق اتمرن مع الدرجه الاولى فترات. في حراس كتير يعني انا فوجئت بمستوياتهم، وطبعا من خلالك بشكر الفترة اللي فاتت في المسؤولين عن تدريب حراس المرمى في القطاع، لأن فعلا أنا لقيت مجموعة كبيرة جدا متمرنة تمرين جيد جدا، وطبعا احنا هنكمل كل اللي اتعمل ونحاول إن شاء الله يبقى في يعني قاعدة من حراس المرمى إن شاء الله. هي طبعا طول العمر النادي الاهلي متميز بحراس المرمى، لكن الفتره اللي جايه تكون كمان اميز ان شاء الله في الفتره الجايه. الجديد اللي كابتن ناجي رسمه او مخطط له يشوفه في قطاع الناشئين، كان بيحلم بيه طول عمره ما شاء الله، من خلال مشوار طويل بقى مع النادي الاهلي طبعا الدرجه الاولى او منتخب مصر، رحله ناجحه او مع الانديه الاخرى، اللي كابتن ناجي عايز يشوفه او عايز يحققه مع قطاع الناشئين بقى، يحط العصاره بتاعت الخبرات فيه. انا بحلم بمركز تكوين لحراس المرمى في النادي الاهلي، يعني مركز يكون فيه 70 80 حارس، ما شاء الله. ويبقى مصنع للحراس زي مثلا ريال مدريد ومانشستر يونايتد. يمكن انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، ان مانشستر يونايتد عنده عدد كبير جدا من الحراس مثلا حوالين العالم، منهم 3 حراس في الدوري الانجليزي، منهم حارس بيمتلككم مانشستر. وممكن ما يرجعوش، بس هو طول الوقت بيعملوا انكم، يعني بيجيبوا فلوس للنادي، دخل للنادي بيعملوا كمان. بالانس ما بين اللي بيدفع وما بين اللي فيعني مثلا لو انت هتشتري ب 100 مليون ولا ب 150 مليون وجالك 50 مليون من قطاع يبقى اللي الناشئين عندي دول هم اللي بالظبط، بيدخلوا لي الفلوس اللي ممكن اشتري يعني بيها. يبقى الهدف الاساسي ان انت لو في دروب في حراسة المرمى النادي يلاقي في قطاع الناشئين حراس، وفي نفس الوقت تبقى از كوميرشال يعني من الناحية التجارية، ان انت كرة القدم طول الوقت نقول صناعة 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 صناعة، وهي في الحقيقة الأندية بتصرف أكتر ما بت... ما... ما... ما بتكسب. فنفسي في يوم من الأيام ان مركز حراسة المرمى ده يدخل مواهب للفريق الأول، ويدخل دخل كمان للنادي. للنادي، ويبقى هنا عملنا دور كويس، يعني عملنا دور فني ودور تجاري، وده اللي موجود في كل العالم، في فرق بقى الرديف وفرق البي تيم واللعيبه اللي بتعار، يعني احيانا اللعيب بيعار وما يرجعش تاني، يقعد 10 سنين يجيب فلوس للنادي. فانا عندي امل كبير ان انا اعمل المشروع بتاع مركز التكوين ده بتاع حراس المرمى، وان شاء الله يمكن ياخد وقت شويه لحد ما الفكره تبقى موجودة على أرض لان الواقع. هي محتاجه رعاه ومحتاجه يعني ميزانيات كبيره، لان انت هتبقى يعني عندك اعداد ومحتاجين اماكن وتغذيه وحاجات كتير، يعني ده لما يدرس بشكل كويس ان إن شاء شاء الله الله. يبقى المشروع ده هو اللي في الذهن يعني.